تحي محي احلم دلحي طوب نجا احلم دلحي لمجرد حي محي. حاول وسعى رغم الظروف ومهما كانت الصعوبة حوالين حلم مقطوف، انسى اليأس وعلى طول للأمل شوف، حارب اقع وقوم، خوض التجارب خليك في الميدان، اوعى تكون هارب خليك في الميدان، اوعى تكون هارب. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الحلم، هنتكلم عن الطموح، هنتكلم عن الإصرار والعزيمة. طبعا كلنا بيبقى عندنا أحلام وعندنا طموحات، ولكن بنواجه صعوبات، وصعوبات كثيرة جدا وعقبات. في منا اللي بيستسلم وبيسلم وبيقع وللأسف ما بيكملش، وفيه اللي بيبقى عنده إصرار وعزيمة على إنه يكمل، وبيكمل وبينجح لأنه عنده إصرار وعزيمة وعنده هدف. طول ما أنت عندك هدف وعندك طموح هتوصل، بس اوعى تسلم، اوعى حد يحبطك ويخليك تتخلى عن حلمك. أنت لو تخليت عن الحلم هتقع، والحلم لو تخلينا عنه هنموت، لأن الحياة بلا حلم موت على قيد الحياة. الحلم هو كل شيء، الحلم هو الدافع، الحلم هو الإصرار، الحلم هو العزيمة، الحلم هو اللي بيخلينا نعيش. ففي ناس كتير جدا بتحبطنا وبتوجعنا وبتكسرنا وبتخلينا نتخلى عن الحلم، لكنهم مش عارفين الحلم ده بالنسبة لنا ايه. فعشان كده في حلقة النهاردة هنتكلم عن رحلة كفاح، ومعايا ضيفة مختلفة وضيفة متميزة. معايا الأستاذة حنين محمد، مؤسسة براند لوليتا، براند لوليتا للمكسرات. وطبعا يعني هي حربت وسعت علشان خاطر حلمها برغم الصعوبات اللي واجهتها. هنتعرف النهاردة عملت ده ازاي، وازاي اشتغلت عن طريق الاونلاين، وهل شغل الاونلاين فعلا ممكن يكون مجزي ولا لا، مع ضيفتي اللي مشرفة ومنورة برنامج حلم حياة، الأستاذة حنين محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، شرفت ونورت برنامج حلم حياة. شكرا، ده نورك والله. ربنا يحفظك. في البداية عايز أعرف من حضرتك، يعني فكرة دخول عالم الأونلاين أو شغل الأونلاين جات لك ازاي، ومين شجعك على ده؟ هو أنا والله في البداية خالص كنت في الكلية عادي زي أي طالبة يعني، بس بدأت أشوف بقى إن في مجال دلوقتي مفتوح على السوشيال ميديا، إن في ناس بتشتري حاجات وبتبيعها وهكذا، فقلت أنا هجرب. يعني بصراحة ما كنتش حاطة في دماغي إن فكرة براند بقى والكلام ده كله، بس بدأت إن أنا أجيب شوية حاجات. مثلا جبت حاجات قبل كده زي جاليري، زي شنط مستوردة، وبدأت إن أنا أعمل جروب وأدخل فيه قرايبي وصحابي والكلام ده كله. بدأ الموضوع بقى يعني يعجبني، بدأت أتميز فيه، بدأت الناس تشوف إن أنتي لأ يعني ليكي لون مختلف في البيع أو في الشراء معانا، مش زي ما إحنا بنشتري من أي حد. فبدأت الفكرة إن أنا لأ عايزة أتميز، أعمل شغل لوحدي. بدأت ان انا افكر مرة على مرة، بدأت اطور نفسي لحد بقى ما لقيت نفسي في لوليتا بقى. ان انا كان نفسي اعمل حاجة بتدي فرحة للناس، نفسي اعمل حاجة كده تحسسهم ان هم يعني بيشتروا مني، مش عشان هم بيشتروا منتج وخلاص، لا، هم في حاجة مميزة في المكان ده ربطهم بيه. انا طول عمري بسعى ان انا يبقى لي اثر يعني. تمام. طيب طول عمرك بتسعي ان يبقى لك اثر معين، انك انت ايه تنجحي في مجال الاونلاين وشغل الاونلاين. بالظبط. طيب قبل لوليتا في حاجة تاني انت اشتغلتيها اونلاين؟ قبل لوليتا كان اسمها برضو الاسم لوليتا، بس كنت بدأت ان انا اجيب مثلا فكرة الكابس او الحاجات دي، وابتدي ان انا اعمل عليها برانتد اسم لوليتا، وابتدي ان انا برضو اوزعها مرة على مرة. بدأت احط بقى فيها كيندز مكسرات، فبدأ بقى من هنا موضوع الكيندز والمكسرات يتوسع. لقيت بقى الناس بالنسبة لهم شايفين ان لا دي الحاجة مختلفة عن اللي احنا بنجيبها. مرة على مرة بقى خلاص الناس بالنسبة لهم هو البراند اصلا لوليتا، فاستمرت فيه. تمام، براند لوليتا. عايز اعرف اخترت الاسم بناء على ايه، وهل يعني ليه تحديدا كملتي في المكسرات والكيدز والحاجات دي؟ هو اول حاجة ان انا كنت لما اخترت اسم براند يعني المفروض ان انا كنت مختارة عايزاه يبقى كلمة واحدة مش موجودة تعلم مع الناس، مش عايزة يبقى اسمي مثلا حاجة كذا، لا، هو اسمه واحد هيقولوه هو ده المنتج اللي هيطلع في دماغهم. فكان عندي بنوتي كنت لسه والديها يعني مش فترة كتير قوي، اسمها لين، فانا سميت البراند بقى من هنا اسم لوليتا. يعني هو عجبني ان هو جمع اسمها وفي نفس الوقت حاجه تعلم مع الناس بسهوله. وحتى دلوقتي الناس لما بتندهني محدش بيقول حنين، هم بيقولوا يا لوليتا لما يخشوا يكلموني. فمن هنا بدات تبقى فكره البراند ان انا اخترته كده. تمام. اما فكره ان هو المكسرات ليه، لان هو ده المجال اللي حسيت ان انا فيه كونكشن مع الناس، وحاسين ان انا بعمل حاجه مختلفه، ان هي معموله بستايل مختلف، باكجينج مختلف. فبدات احس لا ان هو خلاص هو ده المجال اللي انت لقيتي نفسك فيه،
فاستمري. تمام. بخصوص الاختلاف، ايه الاختلاف عند حضرتك عن اي برند اخر مشابه؟ هو اول حاجه طبعا بتقابل الناس الاختلاف هي الباكجينج، ان الناس كلها متعوده بتاخد اونلاين عادي، يعني باخد في علبه باخد في كيس، ده اونلاين بقى حد بيشتغل وخلاص. لكن انا بالنسبه لي كنت بشتغل من اول الباكج اللي هم واخدينه، يعني لا كاني شاريه من انضف محل، دي اول حاجه. فبالتالي بدات الكلاينتس مستواها يعلى، ان انا دلوقتي مش بتعامل مع كلاينت عادي، لا ده كلاينت بيشتري من انضف البراندات. تاني حاجه ان طريقه الحفظ بتاعه المنتجات، طريقه الرصه بتاعه المنتجات نفسها، كل مره الناس بتلاقي فكره جديده يقولوا لي ما شفناهاش غير عندك. بقعد بقى ابتكر، يعني ممكن اكون مثلا بطبخ في المطبخ بعمل اي حاجه، لا ده انا جات لي فكره كذا هقوم اجربها دلوقتي واصورها. فالحمد لله تنجح وتعلم مع الناس. بلس ان احنا عندنا حاجه اصلا في البراند مش موجوده غير عندنا بس، اللي هي ميكس لوليتا. ده ميكس عباره عن سناكس بتبقى تشكيله كده مع بعض، مش هتروح لمحل ولا لجروب اونلاين تقول له اديني ميكس لوليتا، هو موجود عندنا بس، يعني ما حدش هيعرف ده ايه غير لما يشتري من عند لوليتا. تمام. يعني انت بتطلبي حاجات معينه بمواصفات خاصه بالزبط. بحيث انها ما تبقاش موجوده عند اي حد تاني بالزبط. هي موجوده عندك فقط. تمام. ده اللي بيميز براند لوليتا عن اي حد تاني. تمام. تمام. بداتي من امتى بقى؟ يعني انت قلتي انك انت بدات من فتره والكلام ده، لوليتا تحديدا بداتي من امتى فيها؟ لوليتا تحديدا من حوالي 3 سنين ونص تقريبا. 3 سنين ونص. طيب في حاجه تانية بتميز غير الخامه والجوده والحاجات دي ولا لا؟ زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق، فهي الناس بتشوف الحاجه سواء من اول ما هي متصوره او من اول ما هي عندهم في البيت، يقولوا لي يعني احنا اكلنا من المانيا ولندن وامريكا، بس لا اللي احنا بناكله عندك احنا بنفتح بيطلع لنا حاجات غريبه من البوكس، بنحس ان انت فرحتك جايه لنا مع البوكس نفسه. تمام. فبالنسبه لهم لا، يعني الوضع بيبقى مختلف عن اي مكان خالص. احنا بصراحه معانا صور شكلها تفتح النفس، يعني الصور اللي معانا دلوقتي يعني حاجه جميله وحاجه فعلا تحس انها مختلفه وحاجه متميزه. الحمد لله. انا عارف انك انت اتعاملتي مع بعض المشاهير. تمام. عايزك تكلمينا يعني وتقولي لنا المشاهير دول عرفوا ليتا ازاي، والتعامل معاهم فعلا فادك في شغلك ولا لا، ولا يعني الفكره جت ازاي؟ طبعا بيفيد ثقه الناس طبعا فيك، وبيفيد ان الناس شايفه ان انت كده حد محترم ونظيف، لان مفيش طبعا فنان او حد مشهور هيضحي بسمعته مقابل ان هو يطلع يتكلم عن واحده معلش مهما كانت لسه بتبتدي حلمها يعني. بالظبط. فالحمد لله يعني لا هم من اول ما اتعاملوا معايا دلوقتي بقوا كلاينتس عندي، يعني بلاقيهم بيتصلوا انا عندي مناسبه كذا عايزه اليوم الفلاني بوكس حضري لي بقى على ذوقك فيه مثلا من 1 2 3. فخلاص بدانا ان احنا التعامل ما بيننا بقى مش مجرد ان احنا بنشتري مره وخلاص، هم برده شايفين الحمد لله ان في تميز في الموضوع، والحمد لله في منهم بيقولوا لي احنا لفينا وسافرنا ورحنا اكلنا في اماكن كتير، بس يعني حتى الكينزي اكتر حاجه بيتكلموا عليها يقولوا لي لا في تميز مش طبيعي، احنا ما بنشوفش النكهه والريحه دي عند حد غير عندك بس. تمام. طيب تقدروا تقولي لنا مثلا مين المشاهير اللي اتعاملتي معاهم وكان رايهم محفز ليكي جدا؟ بالنسبه للمشاهير من ناحيه مثلا لو هنقول نبتدي بالتمثيل مثلا، اول حاجه الحمد لله عندي الفنانة بدرية طلبة، برضو الفنانة مروة عبد المنعم تعاملنا مع بعض، وتعاملت مع عزم جاهد بنت الفنانة فيفي عبده، وتعاملت كمان مع الفنانة سيهام شعبان كانت طبعا معروفة جدا في البرامج بتاعة الغنى والحاجات دي، وهي دلوقتي ما شاء الله انفلونسر مشهورة. فبرضو كل الناس دي الحمد لله لما حد حتى بيشوف حاجتي عندهم الاقيهم بيكلموني بقى احنا عايزين نجرب حاجتك دي ايه، شفنا فلان بيتكلم عنها. اما بالنسبه لو هنتكلم بقى على السوشيال ميديا والمشاهير او كده على السوشيال ميديا، طبعا من اكتر الناس اللي ساندتني جدا جدا محمود هليل وريهام، دول اكتر اتنين بجد يعني بيتعاملوا معايا ان انا خلاص حاجه اساسيه من بيتهم. اسلام سامي، ناس كتير قوي قوي يتعاملوا معايا ما شاء الله عن طريق السوشيال ميديا، عشان بجد ما حدش منهم يزعل مني لان كلهم كتير لو قعدت عدهم يعني. يعني في كتير احنا خدنا نموذج. كل ده طبعا موجود برده على الجروب والبيج، هم نفسهم موجودين على البيج عندي، يعني مش مجرد ان انا اخده منهم فيديو احطه، هم من الكلاينتس فعلا اللي عندي. اللي هم خلاص بقى في ثقه بينكم بالزبط. فخلاص لا. وحتى لو حد سالهم بيرشحوا الحمد لله لوليتا على طول. طبعا وده بيفرق جامد جدا مع اي منتج لما يكون في حد مشهور او حد معروف بيتكلم عن الحاجه فبيدي ثقه للعميل. بالظبط. ندخل بقى في نقطه بتواجه ناس كتير جدا. ايوه. الصعوبات. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طريقك ده؟ يعني انت عملتي اسم كبير ولحد ما وصلت الناس مشاهير وناس معروفين وبقى في ثقه وبقى عندك عملاء كتير، اكيد في صعوبات بتواجه اي شخص. طبعاً. ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ اول صعوبه واهم صعوبه هي الوقت بصراحه، لان اي ست هتسمعني دلوقتي
عارفة ان وقت البيت والولاد والزوج يعني اساسا بندعي ان اليوم يا رب يبقى فيه وقت ان احنا بس نقعد بالنص ساعة كده قبل ما ننام. فاكتر حاجة طبعا واجهتني هي الوقت، لان شغلي محتاج طاقة كبيرة جدا، لاني انا اللي بعمل كل حاجة from A to Z، يعني اللي هو ان احنا بنجيب الشغل تقعد تغلف وتعمل باكجينج، وطبعا ما شاء الله كل ما العدد بيزيد الكميات بتاعت الاوردرز بتزيد، فبالتالي بيبقى عليك ضغط كبير جدا انك توفق ما بين البيت مثلا ان انا اشتغل كأم وزوجة، وان انا بقى بشتغل الناس شايفين براند لوليتا في روبوت بيرد علينا، هم ما لهمش دعوة بخلف الاسوار في ايه. لحد الحمد لله دلوقتي يعني معايا 3 بنوتات ربنا يا رب يحميهم بيساعدوني فان هم يردوا على الكلاينتس معايا، لكن شغلي انا من اول بقى الباكجينج والحاجات دي بتبقى يعني مني انا فقط، لكن هم طبعا بيساعدوني في الوقت، لان الوقت دي بتبقى اهم صعوبه بتقابل بصراحه اي حد. تمام، يعني الوقت بالنسبه لك كان صعوبه كبيره جدا. دي اكتر حاجه اللي هو بصراحة. انك انت ست بيت وزوجه، فصعب انك توفقي بين الشغل وتحديدا شغل الاونلاين وايه والبيت. لان الناس فاكره ان شغل الاونلاين سهل، انت قاعده عادي على النت، لا طبعا ده في صعوبه كبيره قوي، لان حتى مالكيش مواعيد عمل زي ما هتجيلي مثلا من 8 ل 4 انا فاتحه، لا ده هم شايفين انك 24 اور لازم تكوني موجوده. طيب كان في صعوبات تانية يعني مثلا من اهلك من زوجك اللي هو ايه انت بنت ما ينفعش انك تشتغلي اونلاين والنت والكلام ده؟ مش هسميها صعوبه قوي قد ما هي كانت يعني ايه اللي هو ان الحاجه دي مش على هوانا قوي او مش عاجبانا، يعني مثلا مامتي دلوقتي من اكتر الناس الداعمين ليا، بس كانت في الاول تقعد تقول لي يعني هتشتغلي ايه، يعني هتشتغلي على النت ايه، الشغل على النت ده ما كانش اصلا مشهور زي دلوقتي، لان انا من اول ما فكرت اصلا اكتب جروب على النت كان من 8 سنين، فمش زي دلوقتي خالص ان دي حاجه عاديه بالنسبه للناس. نفس الكلام برضو جوزي كان شايف اللي هو يعني هتسيبي البيت والوقت البيت عشان تقعدي على النت تردي على ناس وكذا، بس الحمد لله دلوقتي طبعا هو اساس يعني كل حاجه فيها بعد ربنا هو بيساعدني فيها بصراحه. طيب واجهك صعوبات ماديه في البدايه ولا لا؟ ده فور شور يعني اساسي طبعا، يعني ممكن كان نفسي احقق حاجات كتير قوي ما كانش معايا البادجت ساعتها ان انا حتى اعمل كياس باسمي او اعمل مثلا باكجات بشكل معين، فكنت مضطره غصب عني ان انا اثبت نفسي الاول عشان اقدر اجمع بادجت كويسه اطور منها الشكل للعميل. طيب من هنا احب اسالك برضو بدات بكام؟ يعني سؤال محرج شويه بس احب اعرف بدات بكام. والله الناس ممكن تضحك عليا لما اقول الرقم، بس دي حاجه ممكن تديهم امل بجد يعني. يعني البادجت تقريبا كانت حوالي 300 او 400 بجد مش هزار، يعني اللي هو ممكن يكون مصروف ايد واحده معاها من البيت ولا محوشاهم من مصروف البيت ولا حاجه، وكنت بقى بجيب باي اوردر على القد بقى فلان عايز كذا يعني ماشي خطوه خطوه. بعد كده خلاص الحمد لله انت بتبقى جمعت البادجت بتاعتك تقدر تجيب الستوك بتاعك وتشتغل بقى، ما تبقاش بتواجه صعوبه بقى بعد كده. هنتكلم في النقطه ديت تفصيليا بس شويه كده علشان ايه. تمام. النقطه ديت محتاجه يعني كلام كتير جدا، ان ازاي الواحد يبدا اونلاين او الواحده تبدا اونلاين، لان الموضوع ده ممكن يكون شاغل ناس كتير جدا وعايزين ده بيخشوا لي كتير قوي يقولوا لي احنا عايزين نفتح طيب اي حاجه. تمام. انا عايزه يبقى ليا مثلا دخل لوحدي بعيد عن زوجي وعايزه اشتغل واثبت نفسي وكذا، فبقعد انصحهم فعلا يعني لا ابتدوا يلا تقدروا ان شاء الله. طبعا هيبتدوا لانك انت نموذج ناجح قدامهم، نموذج مشرف، فطبعا هيبتدوا. وانت قلت لي في الكواليس حاجه حلوه جدا وحاجه جميله وحاجه يعتبر انت حضرتك متميزه بيها، اللي هو قلت لي انا اساسا ولا حاطه صوره ولا حاطه اي شيء ولا بظهر، واول ظهور ليا النهارده بالظبط. ده هو اول الناس اللي عارفيني حتى من 8 سنين يعني سبحان من زرع حبي في قلبهم بيتعاملوا معايا ان انا واحده من العيله وهم ما شافونيش اصلا. فده دليل ان هو ما فيش عائق بالنسبه لك ان انت تبتدي، يعني ابتدي مش محتاجين ان انت تبقي بتطلعي لهم، ولا محتاجه ان انت تتنازلي عن اي مبدا من مبادئك ولا اخلاقك ولا حيائك ولا اي حاجه، اطلعي واشتغلي وربنا هيوفقك طول ما انت ماشيه فعلا على الطريق الصح. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لان في ناس للاسف الشديد بيقول لك ايه احنا عشان نشتغل اونلاين لازم نظهر بصوره معينه بالزبط. بشكل معين، نتكلم بطريقه معينه، فانت بتضربي كل ده دلوقتي، يعني كل اللي الناس بتقوله انت بتقول لهم لا، هو كل واحد على حسب هو عايز يشتغل ولا حابب بالزبط. يتسلى ويلعب بالزبط. فانت حابب تشتغل او حابه تشتغلي هتوصلي وتنجحي. انا حتى على البروفايل بتاعي عمرهم ما شافوا ان انا حاطه صوره ليا، يعني بعيدا عن جروب الشغل هم ما يعرفوش مين اللي بيتعاملوا معاها دي اصلا غير صوتها والكتابه اللي هي بتكتبها فقط لا غير. تمام. فده طول ما انت منتجك بجد قد يعني الثقه هتوصلي ان شاء الله. تمام. مش عايز برضو اخرج من نقطه الصعوبات والتشجيع، انت قلتي لي ان في البدايه ما كانوش حابين الفكره وكانوا رافضين والكلام ده بالظبط، بعد كده شجعوكي. تمام. طيب حد تاني شجعك بقى بعد كده غير اهلك وزوجك ولا لا؟
اهلي طبعا اللي هي اسرتي طبعا شجعوني جدا، وزوجي طبعا بيشجعني على طول دلوقتي، لو لما انا انزل شويه يقول لي لا يلا بقالك كتير ما عملتيش حاجه. صحابي بقى في طبعا اصدقاء يعني ممكن يكونوا افضل مثلا من ناس كتير قوي، وكنتش متخيله ان هم هيدعموني كده. يعني صحابي اللي هو لا بيدعموني بجد، اللي هم كل خطوه معايا، لا يلا ما تكسليش، لو جيت في وقت مثلا زي ما بيمر علينا كلنا، لا انا خلاص طاقتي خلصت، تعبت خلاص اوقف، طب خلاص لا اكمل. بيبقى بيجي كده علينا كلنا اوقات تردد من ضغط الشغل علينا والمسؤوليات وكل الكلام ده، فبلاقي ناس بقى في ظهري. يعني انا حابه اشكر كمان ناس، انا دايما بقول لهم كلمه اهل لوليتا، يعني ال 112 الف كلهم اللي عندي بجد دول اكبر داعم ليا، ان انا اول ما بحس ان انا هبتدي مثلا اتكاسل عن حاجه، لا طبعا دول بيقفوا برغم ان هم ما شافونيش، بس هم كلهم اكبر داعم في حياتي، ودايما بقولها لهم بجد يعني نعمه من ربنا، ربنا يديمها الحمد لله، لاني مش من اسكندريه بس، ده دلوقتي بقوا يعني ايه من القاهره ومن الجيزه، بحيره، محافظات كلها الحمد لله دلوقتي. إيه لا لوليتا بالنسبه لنا احنا، كملي انت يعني حاجتك، احنا خلاص مش متمسكين بالحاجه بس قد ما متمسكين كمان بشخصك انت معانا في الحياه عامه. 112 ألف عدد مش قليل، وتحديدا ان انت حضرتك بدأتي من الصفر. بالظبط، انا كنت زيرو، الجروب كان زيرو فعلا والله، وعمري ما احتجت الحمد لله ان انا ادخل، عشان في ناس ممكن تقول لك لا ده دلوقتي ممكن يجوا في يوم مقابل ان انا بدفع فلوس لناس تدخل لي اعداد، بس للاسف دي بتكون اعداد فيكس، يعني مش بتكون حاجه حقيقيه خالص. انما الارقام اللي عندك فدي حقيقيه، حقيقيه حقيقيه الحمد لله بتعب ومجهود وصراعات يعني. وتحديدا يعني حته الاعداد الفيك، انا دلوقتي شغال اونلاين، تمام، بقى عندي اعداد فيك مش هيفيدوني بشيء. ليه مش هيفيدوني بشيء؟ لان انا عايز ناس يعني بالزبط تتواصل معايا، تشتري المنتج، مش عايزه اشوف تسال مجرد حالهم. رقم قدامي لاني هبقى بضحك على نفسي. انا بالظبط لو معايا 112 فرد مش 112 الف ومتفاعلين معايا احسن بكتير عندي من من ان انا مليون. اكون معايا مليون فرد ملوش اي لازمه خالص. تمام، كلامك جميل. ومن هنا برضو بنوجه رساله لكل حد، سواء اهل، سواء صديق، سواء اي حد جنب حد، حاول تشجع القريب منك، بلاش تحبطه. اللي محتاج تشجيع اللي هو في بدايه الطريق، مش بعد ما الشخص ينجح ترجع تشجعه بعد ما كنت بتحبطه، لا، شجع القريب منك، شجعه، لان الناس محتاجه تشجيع، الناس محتاجه تحفيز، مش يبقى واحد في بدايه الطريق تحبطه وتكسره وتقول له ما تكملش وبعد ما ينجح تشجعه، لا خلاص، يعني هو بعد ما نجح بنفسه وبمفرده مش محتاج، انا اسف يعني مش محتاج تشجيعك، لان هو نجح، مش بعد ما ينجح تقول له لا ده انا كنت بقول لك كده عشان توصل وتكمل. اي حد محتاج تشجيع في البدايه، مش بعد ما خلاص ينجح احنا بقى نرجع ايه نشجعه. ما احنا بنكسر في البدايه، ليه بنكسر في البدايه؟ عايزين نشجع اولا، وبعد ما الشخص ينجح نبقى معاه، ما نحبطهوش ونكسره، وبعد كده نقول له ايه احنا كنا بنشجعك. بالظبط، لان التشجيع في البدايه هو بيكون اهم شيء، هو الوقود اصلا اللي بيخلي الانسان يشتغل. يعني ممكن انا واحده من الناس ما همنيش وكان عندي اصرار ان انا هكمل، غيري لا من اول ما بيسمع كلمه بيقول لك خلاص انا اصلا كده كده فاشل محدش بيشجعني ويقعد هيسلم، ومع ان هو ممكن يكون جواه حاجات كتير قوي ممكن تخليه يبقى انسان ناجح جدا اكتر من اللي بينصحه ده ذات نفسه. بس هي مش كل الناس بيبقى عندها الطاقه دي، عشان كده انا دلوقتي اي بنت بتكلمني او اي حد في بدايه بيزنس لا بقول له يلا بجد هدعمك، وبيقعدوا يقولوا لي احنا ما لقيناش ده في بدايه طريقنا مع اي حد، انت مثلا ازاي بتشجعينا كده؟ اقول لهم عشان انا اول ما بدات ما لقيتش حد يشجعني زي ما انا بعمل معاكم دلوقتي. يعني انت كمان مش مقتصر على انك انت بتبيعي للعملاء والكلام ده، لا ده انت بتاخدي بدعم بايدهم وبتساعديهم. بالزبط، وبتحاولي توصليهم لطريق معين. بالظبط، وبعرفهم على الكلاينتس بتاعتي كمان واقول لها يا جماعه دي منتجاتها كويسه، لا ادعموها، لا كذا، لان هي لو ما لقيتش الدعم ده هي اصلا مش تقدر تكمل لوحدها. تمام، عايز اعرف بقى من وجهه نظرك، بما انك انت قلت لي في الكواليس انك انت اشتغلتي موظفه وكمان بالزبط بقى ليكي بزنس خاص، عايزك تقولي لي الشغل الحر ولا الوظيفه افضل؟ انا بالنسبه لي يعني ما كانش شغل كمان طول اليوم ولا حاجه، بالعكس ده كان اقل ارهاق بكتير من اللي انا فيه دلوقتي. يعني كنت اشتغلت تيتشر انجلش، فالناس عارفه اكيد ان شغل المدرسه لو ما هي مش بتدي دروس ولا حاجه كانت مقتصره زي على المدرسه، مجرد ان هي هتروح عدد ساعات معينه وترجع خلاص اليوم بتاعها. انا بالنسبه لي لا كنت بقعد يعني ايه اللي هو لف حوالين نفسي، لا هي مش دي، انا مش هبقى زي اي حد بيروح ويرجع كده. فقررت ان انا اوقف، يعني اعتذرت عن ان انا اكمل، وقررت ان انا استمر بقى في لوليتا بشكل بقى مطور. بقى كنت من هنا بقى بدات لا خلاص ان انا هعمل حاجه لنفسي، البيزنس ده هيبقى بتاعي، الناس هتتعامل معايا عشان انا حنين مش عشان انا موجوده في كيان فلان،
هي انا عايزه الناس توصل ان هي تتعامل معايا انا شخصيا دايركت على طول. تمام، يعني من وجهه نظرك الخاصه انت ان الشغل الحر افضل بالنسبه لي انا كحنين. يعني لان طبعا كل واحد اكيد وجهه نظره مختلفه، بس انا بالنسبه لي لا، ان انا اكون عامله حاجه لنفسي بعيدا عن الماديات خالص، عشان في ناس ممكن تقارنها ماديا، لا هي بالنسبه لي طموحا واجتماعيا وكل حاجه، لا ان انا ابقى عامله حاجه بتاعتي انا. تمام، بخصوص الماديات دلوقتي في ناس بتتكلم في نفسها كده، يعني بيجي في بالهم على طول السعر. بالظبط. السعر عامل ايه؟ لا السعر الحمد لله يعني جميل جدا جدا جدا، مش عشان هو منتجي ده، الناس هي اللي بتيجي تقول لي احنا رحنا جبنا من اماكن كتير، انت ازاي السعر ده؟ يعني ساعات مثلا اقول لهم على سعر وزن حاجه كيلو جرام على بعض، يقولوا لي هو ده وزن ربع كيلو السعر ده؟ اقول لهم لا يا جماعه، ده وزن الكيلو جرام على بعض. هم نفسهم بيبقوا مش مصدقين، فساعات في ناس بتخاف تجرب من السعر، تقول لك دي حاجه مش كويسه، وفي ناس لما تجرب بينبهروا طبعا، بيحسوا اللي هو يعني شابوه ان انت عامله الجوده دي بالسعر ده. تمام، ما فكرتيش ان يبقى لك مكان على ارض الواقع؟ يعني انت قلت ان السعر كويس والجوده كويسه، يعني حاجه حلوه، يعني لو عملت مكان على ارض الواقع هيشتغل كمان بجانب الاونلاين، ما فكرتيش تعملي مكان على ارض الواقع يبقى فيه تعامل مباشر؟ هو حاليا انا بصراحه مش حطاها في خطتي ولا انا بسعى لده، يعني لان انا يعني زي ما قلت لحضرتك برضو ان انا حابه الكيان بتاعي يفضل لوليتا زي ما هو، ان احنا بنتعامل مع حد عامل حاجه مميزه. لو انا نزلت سوق العمل دلوقتي وحطيت ناس تشتغل، لاني طبعا مش هقدر اوفر وقتي ان انا اكون موجوده في الستور على طول مثلا، فبالنسبه لهم هبقى انا ماليش ميزه عن غيري، هبقى هي هي زي اي محل بيروح يشتري منه، مش هعرف مين يتعامل معايا النهارده. لكن انا النهارده مثلا عارفه في سلمى، حنين، احمد، منى، دول اتعاملوا معايا، كلموني، اشتروا مني، بيتعاملوا معايا قد ايه، دنيتهم، بيحكوا لي قصص حياتهم، واخد البوكس ده رايح فين في المحل، ما فيش الكلام ده. يعني انت بتحبي التعامل المباشر والتعامل اللي فيه صعوبه، هو مش للأسف واحد يجي يشتري يعني يدفع يمشي. للاسف انا بحب ده جدا، يعني ان هو مرهق جدا 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 وبيضغط الاعصاب طول الوقت، بس انا بحب ان انا اكون كده مميزه بالشكل بتاعي ده دلوقتي. بتحبي التعامل اللي فيه تفاعل مع الناس؟ بالظبط. بتحبي مثلا تشوفي فرحه الناس مرسومه على وشها؟ انا ممكن اقول لهم صوروا لي فيديو لما مثلا اللي انتم مودين له الهديه يستلم الهديه، يعني من كتر ما انا ببقى عايزه اشوف البهجه اللي حاصله عندهم دلوقتي. هو انا بتكلم فرحه الناس يعني موجوده على وشوشهم، في ناس يقول لك ايه اونلاين هتشوف الفرحه ازاي، بس فعلا لانك انت بتنزلي حاجات بالفعل، وفي ناس بيوصل. بتنزل حاجات، في ناس بتكتب ريفيو تحس ان انت قاعد معاهم اصلا دلوقتي في المكان جوه. تمام، نيجي للسؤال بقى اللي قلنا هنساله، اللي هو ازاي الواحد او الواحده يبداوا شغل الاونلاين من الصفر بحيث ان هم ينجحوا ويبقى لهم اسم قوي زي ما حضرتك نجحتي وبقى ليكي اسم قوي. هو الحمد لله سواء ولد او بنت، يعني الكلام مش مقتصر على البنات بس، نقدر ان احنا لو معانا دلوقتي من قبض او من مصروف بيت، مش هكدب عليكم والله العظيم، لو معاكم 200 جنيه اختاروا المنتج اللي انتوا حابين تشتغلوا فيه. طبعا مش هتختاروا حاجه تكون اصلا هي اقل حاجه فيها مثلا بادجت عاليه قوي، هنختار حاجه تكون مناسبه للبادجت دلوقتي، حتى لو هنغير الكارير بعدين مفيش مشكله، بس نحط نفسنا على طريق يجيب لنا تكلفه قد اللي معايا دلوقتي، وابتدي مره على مره ابيع، حتى لو قطعه واحده، القطعه هيبقوا 2 هيبقوا 3 لحد ما تعملوا بادجت لنفسكم، تقدروا ان انتوا بقى ساعتها تقرروا الكارير اللي انتوا عايزين تكملوا فيه وتمشوا فيه، وبجد هتنجحوا. ما تستنوش ان حد يشجعكم خالص، حطوا نفسكم دلوقتي على الطريق وابتدوا، واي حد يحتاج يعني دعم وكلام ايجابي تواصلوا معايا على طول، هقول لكم كلام يشجعكم من هنا للسنه الجايه، ما تيأسوش خالص، وان شاء الله هتقدروا تنجحوا باذن الله. تمام، انا نفسي اعقب واتكلم كتير معاكي ولكن الوقت خلص، فاخر حاجه هتحبي تقوليها ايه؟ لو هتوجهي رساله او نصيحه لحد هتوجهي لمين وتقولي فيها ايه؟ طبعا هوجه اولا الشكر، خليني قبل النصيحه هوجه الشكر طبعا اول حاجه لاسرتي، بابايا، مامتي، اختي، ولادي لينو وحمزه، بجد بوجه لهم الشكر عشان بيستحملوا الضغط اوقات كتير قوي معايا، ببقى مضغوطه ومش في احسن حالاتي من الشغل. بوجه طبعا الدعم لزوجي، لان هو الحمد لله بعد ربنا هو سبب انه يساندني لحد دلوقتي اني اكمل الطريق، وبجد بشكر كل حد من اهل لوليتا كلهم دعمني بكلمه او بنصيحه ان انا اكمل طريقي. والنصيحه بقى اللي حابه اقولها لكم ليكم كلكم، اي حد بيسمعني دلوقتي سواء يعني انت هتفتح مجال او لا، بجد اسعوا ان انتوا ان شاء الله يبقى ليكم اثر في الدنيا مهما كان الاثر ده ايه. تمام، ان شاء الله ربنا يحقق احلامك
وان شاء الله الناس تستفيد من كلامك وتحقق احلامها ان شاء الله. وانت شرفت ونورت برنامج حلم حياه. شكرا بنورك والله. وكنت اتمنى يبقى الحديث اكتر من كده، ولكن ان شاء الله لنا حلقات قادمه باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا استاذه حنين محمد، وان شاء الله ربنا يحقق احلامك. شكرا، واتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا، ميرسي لحضرتك جدا، ربنا يحفظك. وفي الختام طبعا يعني حابب اشكر برضو الفويس اوفر المتميزه اللي بتعبها معايا استاذه انجل جزيري، على ان بتعبها جامد وعلى دعمها الشديد. بشكرك جدا وربنا يوفقك، واتمنى لك التوفيق واتمنى لك النجاح في حياتك. وبكده تكون الحلقه خلصت، واتمنى تكون عجبتكم، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج حلم حياه.